في نفس السياق وعلى هامش جلسات الحوار الوطني، تابع مع حضراتكم الآن لقاء مع المهندس أحمد عمر، أجرى هذا اللقاء الزميل عزيز كريم بيبرس. استمراراً للمحور السياسي في الأسبوع الثاني وتحديداً موضوع الأحزاب والتشريعات الخاصة بالأحزاب وآلية التعامل مع الأحزاب، معي الآن ضيفي المهندس أحمد عمرو وهو عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وأيضاً ممثل عن حزب الإصلاح والنهضة. برحب بحضرتك يا فندم. أهلا سميك. بنتكلم يا فندم عن يعني هذا الموضوع الشائك، يعني الذي يعني شاهدنا الأسبوع الماضي نقاش طويل حول آليات التمثيل النيابي بشكل عام والقائمة المطولة والقائمة النسبية، ولكن بالإضافة للقائمة المطولة والنسبية هناك أيضا جزء تأسيس الأحزاب ليشاركوا في هذه الانتخابات. ما أهم النقاط التي شاركت بها اليوم، وهل من الممكن تطبيق هذه النقاط بحلول فعلية؟ طب خلينا نقول ان احنا خلال انا حضرت كان ليا شرف الحضور في جلسات في خلال الاسبوع الماضي. الحقيقه ان حصل تطور كبير جدا في النضج في الحاله الحواريه بشكل عام. النهارده من اول تلت الجلسه تقريبا واحنا بنتكلم في توافقات، هي مساحه المشترك كانت اكبر بكتير من مساحه الاختلاف. اجمعنا كلنا على اهميه الاحزاب السياسيه واهميه دورها كمؤسسات فاعله في التنميه السياسيه ودورها كوسيط ما بين الدوله وبين رجل الشارع، ودورها طبعا كمحاضن للشباب في ممارسة العملية السياسية وممارسة النشاط العام بشكل عام. النهاردة احنا كتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين يعني عرضنا طرح لمشروع قانون. هو طبعا احنا بنتكلم في يعني يمكن أوجه الاختلاف الوحيدة هي هل احنا محتاجين لتعديل في القانون أم محتاجين مشروع قانون جديد. احنا كان رؤيتنا في تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ان يعني قانون سنة 77 وتعديلاته حتى التعديل الأخير لغاية دستور 2014 للأسف الشديد يعني فرغ القانون من مضمونه وجعله بلا فلسفة متكاملة وجعله غير متسق مع النظام السياسي التعددي المطروح في دستور 2014. وحضراتكم شايفين ايه يعني اهم النقاط اللي المفروض تضيفوها للقانون عشان يصبح يعني مليء او يصبح فاري يعني مقارنة بكلام حضرتك؟ طيب احنا دلوقتي بنتكلم في سؤال، هل بناء على الكلام اللي انا قلته القانون اللي هو غير متسق مع الدستور وفرغ من مضمونه نتيجة التعديلات المتكاثرة لغاية لما القانون أصبح مرقع، وبرضه من ضمن الحاجات إن هو بلا رؤية متكاملة، يعني إحنا دايماً بنطرح في العمل السياسي ما يسمى بالإنتجريتد بوليسي ميكينج، أي مشروع سياسي أو مشروع للسياسات العامة لابد أن يتكامل مع بقية مشروعات الدولة وينبغي أن يتسق مع الدستور أولاً، فبناء عليه إحنا طرحنا إن لابد من مشروع قانون جديد لا يكفي التعديلات. يعني شايف حضرتك هل في نقطة معينة لازم التركيز عليها بالزبط عشان نقدر نقول القانون ده فاري وقابل للتطبيق؟ احنا طبعا بنرتح مجموعة من الملامح للقانون اهمها على الاطلاق ما اتفق عليه داخل الجلسة وهو اعطاء القدرة التمويلية للاحزاب. الاحزاب محتاجة توسعة للانشطة التمويلية، محتاجين نرجع تاني دعم الدولة للاحزاب فيما يتعلق بالتمويل المباشر، وطبعا احنا حطينا مجموعة من الشروط والسياسات داخل الجلسة وكلها انا شايفها يعني اطروحات يعني راقية ويعني تنطبق على الحالة اللي احنا فيه. برضه من ضمن الحاجات محتاجين ندي الاحزاب استثناءات او امتيازات زي اللي موجودة للجمعيات الاهلية. الجمعيات الاهلية لها امتيازات خاصة بالتمويل، الكلام ده كاحزاب واحزاب دي مؤسسات مجتمع مدني بالمناسبه، وبالتالي هي لابد لها من مجموعه امتيازات خاصه زي اللي موجوده في الجمعيات الاهليه، ولكن ما يعملش لبس ما بين القوانين والامتيازات الخاصه بين الاحزاب والجمعيات الاهليه ويحصل لبس يعني في فكره التعامل مع الشارع، يعني هل هو حزب ام جمعيه اهليه؟ لا هو حزب سياسي ولكن يعطى تسهيلات تمويليه على غرار الجمعيات الاهليه، ولكن فيما يتسق برضه مع العمل الحزبي، يعني في حاجات تنطبق على الجمعيات الاهليه لا تنطبق على العمل الحزبي. برضه من ضمن الحاجات في امور يعني سهله جدا، يعني احنا ندي الاحزاب يعني مساحات في النشاط التجاري والاستثماري. الاحزاب يعني مبدئيا ليها ان هي تفتح قنوات في الطباعه والنشر وغيره. عايزين طبعا نخليها الكترونيه دلوقتي، نحدث القانون ان زمان كانت الصحف الورقيه هي الاساس، دلوقتي الصحف الالكترونيه هي الاصل، فبالتالي مع اعطاء القدره دي مع في الاستثمارات والعمل التجاري احنا بندي الاحزاب فرصه انها توسع انشطتها التمويليه. ولكن فيما اهم النقاط اللي تم ناقشتها النهارده بالظبط، ولكن فيما يتسق مع العمل الحزبي ان ده طبعا شرط اساسي ان الاحزاب ليها خصوصيه زي ما حضرتك اتفقنا كده عليه. برضه من ضمن الحاجات اللي احنا اتكلمنا فيها هي ضبط العمل السياسي والممارسه السياسيه. احنا كتنسيقية طرحنا ما يسمى بمدونة السلوك السياسي في الممارسة السياسية او ادبيات الممارسة السياسية او قواعد الممارسة السياسية.
ممكن تخرج في شكل يا إما مواد يا إما تخرج في شكل لائحة تقوم عليها لجنة شؤون الأحزاب. طبعا طرحنا ان احنا القواعد دي يعني تنظم الحياة السياسية دون ان تقيد الحياة السياسية، وبناء عليه احنا مختارين مسطرة في العقوبات. مدونة السلوك دي متعرف عليها في تجارب كثيرة دولية، احنا مختارين مسطرة فيما يتعلق بالعقوبات هي تكون يعني تعمل الضبط ده وتعمل النظام ده ولكن دون ان تقيد حرية العمل السياسي. برضو من ضمن الحاجات اللي احنا طرحناها في تنظيم العمل السياسي والقضاء على الفوضى الحزبية، طبعا مع كثرة الاحزاب اللي موجودة في الساحة السياسية، هي ان احنا ندي الفرصة للاحزاب انها تعقد اندماجات وائتلافات وتحالفات من خلال مسار قانوني واضح. للأسف الشديد القانون الحالي ما بيديش إطار قانوني فيما يتعلق بالاندماجات والائتلافات وغيره. وعلى فكرة نقدر نربطه بقانون مباشر للحقوق السياسية. بالضبط. أكيد. صحيح. صحيح. شكرا جزيلا مهندس على هذه المعلومات. شكرا لك جدا. شكرا جزيلا. يعني وكما رأينا هي أيضا عدد كبير من الأطروحات والأفكار المختلفة للتعامل مع الأحزاب، منها الدعم، منها التمويل، منها حتى التشريعات المختلفة التي يعني من الممكن أن تثري هذا القانون حسب بعض الأحزاب والتوجهات السياسية. هذه أيضا نظرة عن بعض الملفات التي تمت مناقشتها داخل اليوم الأول في الحوار السياسي في الأسبوع الثاني في الحوار الوطني.